الحقيقه السؤال لماذا تراجعت الثقافه في مصر، وسيادتك يعني اتكلمت عن الثقل. هو الثقل ده مش موجود من قبل ما سيادتك تتولد وقبل ما اي حد في القاعه يتولد، ده موجود في تراجع عليه في الموضوع ده، انا مش عارف. في نقطه تانية، ايه الـ ايه الثقافه وايه المثقف وايه المثقف وايه المبدع؟ هنتكلم عن مين فيهم ولا مين؟ اولا وظيفه وزاره الثقافه انها تقيم المعاقل والدور الثقافيه والمتاحف، واعتقد انه لم يحدث في مصر قدر ما اقيم من متاحف ومكتبات وقصور ثقافه. ولك ان تعرف اننا عندما اتيت لاكون وزيرا للثقافه كانت هناك مكتبه وحيده، حتى دار الكتب كانت موجوده في هيئه الكتاب جزء صغير. النهارده مئات المكتبات بتفتح في الاماكن اللي سافرت تتكلم عنها، بنفتح كل سنه من 10 ل 15 مكتبه في القرى والنجوء اللي انا اقول لسيادتك على اسماء مش هتعرف. ده رقم واحد. رقم اثنين، انه هل الثقافه يعني هي وزاره الثقافه فقط ولا هي الدوله ككل وسيادتك مشترك فيها كمان؟ انا بقول ان تربيه الانسان دي تربيه اجتماعيه. اولا علمهولي صح حتى في المدارس الابتدائيه، علمهولي في الجامعه وانا اتسلمه كي اثقفه. عايز اقول احنا الدوله بتعمل اللازم. تكلم سيادتك عن 82 مليون وان اللي موجودين دول هم قله بالنسبه ل 82 مليون. ايوه، ما دايما المبدع اذا كانش هيكون متفرد امال يبقى ايه؟ ده الابداع ده هو التفرد بعينه. وعدد المفكرين والمثقفين في مصر كثيرين، وانت باين قدامك كل هؤلاء. كون ان دوله اديني دوله كده بيجتمع فيها كل هؤلاء في اجتماع واحد لمجتمع كامل بكل امكانيات. انا عايز اقول ان احنا بنشتغل وانت لازم تشتغل معانا، واي واحد لازم يعمل. لما تلاقينا احنا متقاعسين في الموضوع ده ما تقوليش بقى الثقافه تراجعت، ده سلوك تراجع، ده ميراث قديم جدا، مش بعصايه سحريه تقوم تمنعه. النهارده ما بقاش في الثقل في كل حته في كل وقت. انا كنت اعتقد انك هتتكلمي عن حاجه ثانيه مش عن الثقل، لان الثقل ده تاريخ طويل واصبح بقى بالنسبه لنا يعني حاله مستقره ومستمره. انا كنت اتمنى تكلمني عن حاجه ثانيه، لكن الموجودين دول بيمثلوا وطن عظيم وعددهم كبير، وانا فوجئت بهذا العدد الكبير من اقاليم مصر. مبدعين مصر كلهم على مستوى رائع جدا وكل واحد بيشتغل، بس اللي انا عايز اقوله ان هناك فرق بين ان تتحدث عن الثقافه بمطلقتها وعن انك انت بتقيم معاقل ثقافيه وبتجهز العتاد الثقافي كي تنشره. في كل مناحي الثقافه احنا بنشتغل، واللي مش شايف ده اعتقد ان يبقى ما يقولش منا او من المجتمع الثقافي. بحيي السيد الوزير على وجوده معانا في المؤتمر. وانا اتذكر في 1984 كنا في محافظه المنيا، كان دكتور يوسف موجود وكان شخصيات يمكن مع بعضهم رحل، ولكن انا بقول بعد 25 سنه وجود المؤتمر في حد ذاته بيشعرني بالفخر والسعاده، وادخل لعده قضايا مهمه جدا مش بتمصنا انا شخصيا، بتمص الوطن. يعني اولا الكتب السلفيه اللي بدات تتسلل الى المدارس، انا عارف ان ده مش مسؤوليه وزاره الثقافه، ولكن انا عايز نوع من انواع البروتوكول بين الهيئه العامه لاصول الثقافه وبين وزاره التعليم، بحيث مجلات تنويريه زي اصل الندى وكتب تصحيحيه تذهب الى هذه المدارس فيتربى اولادنا على نوع من انواع الثقافه المعتدله. الجزء الثاني، انا شايف ان حركه الفن التشكيليه في مصر عظيمه ولكن مقصوره على العاصمه واحيانا اسكندريه. اتمنى عقد بعض يعني لو في بينال يبقى مثلا يتعمل زياره كده اسبوع دمياط بورسعيد اسيوط كده، يعني لا تقتصر على العاصمه. الشيء الثالث، اتمنى ده يمكن للدكتور احمد مجاهد وجود منفذ لبيع الاصدارات في اصول الثقافه. يعني انا شايف ان في اصدارات كويسه جدا وفي حركه نشر ولكن محدوده في العاصمه في الغالب. الانماط المعماريه في من قضيه لقضيه،
الأنماط المعمارية في بعض المحافظات بدأت في الانقراض. أنا شايف إن علينا سرعة توثيق ما وجد منها وما موجود حتى لا تذهب. آخر حاجة، دور السينما في بعض المحافظات زي دمياط انقرضت، يعني إحنا كان عندنا 3 سينمات ما عادش ولا سينما. فهل في إمكانية عودة السينما في قصة خط دمياط وغيرها أم أن في مشاكل ما؟ وأشكركم جدا. أنا مع حضرتك إن الكتب السلفية مش بس في المدارس بل في البيوت وفي الشوارع وفي كل حتة. طبعا لن يقبها إلا الإبداع الكبير اللي ممكن يبدع ضد هذا. الإعلام، التلفزيون وجرائد وكل ما هو متصل به المقروء والمسموع والمرئي، لابد أن تكون هناك بالفعل خطة قومية للمقاومة، خطة قومية حقيقية للمقاومة، لكن يوضع فلسفة يعني، لأن هم بيعملوا فعل وإحنا بنعمل رد فعل. المفروض هذا الفعل يقابله فعل كامل بخطط وبفلسفة وبرؤية وبتايم تيبل بتوقيتات محددة عشان نقدر ننتصر. أنا متأكد إنه العقل في الآخر هينتصر، لأن ده كله كلام جهل ومتجه للجهل. فبالتالي لو أقيمت خطة رائعة للتعريف بحقيقة الدين غير الخزعبلات اللي بتخش فيه، أكيد الناس هتصدق في النهاية. بس لازم نبدأ بالأطفال لأن بيترسخ فيهم هذا، وعشان تنقي ده من دماغهم أبدا. يعني في رأيي الخطة تبدأ بالطفولة أساسا ومدارس الطفولة أساسا. حركة فن تشكيلي طبعا منتعشة وموجودة في الأقاليم، يعني في كل قصر ثقافة في قاعة عرض وفي فنانين تشكيليين، وبنشجع التشكيليين اللي هم أبناء المحافظات لأنه يعني ده مهم. إنما البنالي دولي، لما هتشوفوا البنالي كده هتحسوا إنه ما ينفعش بنالي، لأن ده بيتنص ما بقتش لوحات، بقى أعمال تركيبية تركب وعشان تنتقل. هل في مكان؟ هل التركيب ده مش هيأذيها؟ لأنها عملية معقدة جدا. لكن نفكر إن إحنا نعمل حاجة مصرية تلف في الأقاليم، وأرجو إن أنا أبلغ يعني رئيس قطاع الفنون التشكيلية بهذه. الأنماط المعمارية ده همنا الأكبر، لأن أنا أقمت جهاز التنسيق الحضاري لأجل هذا. في شك إنه العشوائيات بقت 80% من كيان الوطن، ودي مأساة. حتى القصور والبناءات الرائعة اللي فيها بتحمل بصمات تاريخية رائعة بتهدم، وإحنا بنوقف هذا الهد. إنما إحنا أمام مافيا رهيبة جدا من المجتمع والرأس المال اللي بيرشي يعني هي ما هو ده الحقيقة. أما دور السينما في الأقاليم، كان في حوار مع يعني في الحزب الوطني، أنا اتكلمت على ضرورة وجود دور عرض في أقاليم مصر، مش بس عشان الناس، عشان الصناعة السينمائية تنتعش. السينما دي عبارة عن سوق، هي صناعة وفن وتجارة. السينما تنتعش عندما تزيد عدد دور العرض. عدد دور العرض هو السوق، يعني الدخل في الآخر. وأنا أرى أن أبناء الأقاليم محرومين، يعني أنت محتاج في الصعيد لدور عرض مكيفة وجميلة كي يعني يرتدها أبناء المجتمع، وبدل ما يروحوا يبقى عندهم وقت فراغ، حد فعلا يعني يتعامل مع ذهنهم في المسائل المضادة. السينما دي مطلوبة، وأنا عندي مشروع لإقامة دور عرض سينمائية في أقاليم مصر، وبأشجع مجموعة من رجال المال لأن هم دول اللي هيقدروا يعملوا الموضوع ده. وعلى فكرة ده موضوع مش صعب، لكن المفروض عملية إقناع رؤوس الأموال بأنها تذهب إلى الصعيد والدلتا كي تقيم دور السينما. شكرا معالي الوزير، وشكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. Thank you.
Vino rojo, no, no, no.